कि आप हमारी जबान में गुफ्तगू कीजिए। उन्होंने अरबी में गुफ्तगू शुरू की तो हमने कहा आप अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उन्होंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसका मतलब यह है कि अजवाज उम्महातुहुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजवाज हैं वो मुसलमानों की माँ हैं, तो इसका मतलब यह है कि मदर टंग जो मुसलमानों की है वो अरबी जुबान है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मदर टंग में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी आपके सामने उसी मदर टंग में गुफ्तगू करूँगा। بالنسبه الى الانجليزيه وانا ابكم سيترجم ان شاء الله استاذ محمد وسيم، هو يترجم لي. نحن نفهم من حديث النبوي ان المترجم بترجمته يقدم افضل الصدقه، وهو إن شاء الله سيقدم هذه الصدقة بالنسبة إلي. أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة والسعادة العلماء الأفاضل من الأوساط الأكاديمية والتشريعية والبيروقراطية والمجتمع المدني وهيئات صناع القرار والباحثين والنشطاء الاجتماعيين والصحفيين، أحييكم جميعا بأحسن التحايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقدم تحياتي وتحيات الشعب التركي للبلد الشقيق الهند قيادة وحكومة وشعبا، وأود الإفادة بتشرفي بالحضور هنا بين إخواننا في بلد شقيق الهند التي كانت قارة نموذجية رائعة في التعايش المشترك بين منسوب معتقدات مختلفة في تاريخها. وأشكر شكرا جزيلا طيبا لفضيلة الشيخ محمد منظور عالم رئيس معهد الدراسات الموضوعية بالهند لدعوته الكريمة، ولمسؤولي معهد الدراسات الموضوعية جميعا لتنظيمهم مثل هذا المؤتمر، ولمن أسهم في عقد هذا الاجتماع المهم في هذه البلدة الكريمة التي كانت طوال القرون منبعا للعلماء. ونحن مسرورون جدا بأن نرى هذا المعهد الذي توجه إلى حلول جذرية بحملات واسعة لنشر التعليم في صفوف المسلمين، خاصة في مجال البنات المسلمات. وبهذه الوسيلة أهنئ المعهد باستكماله 31 عاما وتزويج هذه الذكرى بعقد سلسلة من المؤتمرات. وأعتقد أن أكبر ميزة للمعهد كون أعضائه ممن يعرفون الواقع عن كثب، ويعرفون ما يعاني إخوانهم، ولا يدلون دلوهم من غير معرفة بالواقع في مرحلة صعبة حتى بات كوكبنا غير قادر على حمل السيئات والخطايا، فبلغت الآلام التي تحرق الأفئدة في العالم إلى أبعاد تحتم علينا أن نتساءل من جديد حول إنسانيتنا، في حين يبتعد العالم بسرعة من تعدد الثقافات خصوصا عبر موجات الإسلاموفوبيا. ومن جهة أخرى باتت القارات التي كانت تغرف عبر التاريخ لأنها دار الأمن والسلام تذكر بالحروب والعنف والوحشية، والتي تكدرت بالدم ودموع العين بقتل الأبرياء والقضاء على النسيج التاريخي والثقافي للمدن، كأن بعض الظلمة التي بأيديهم قوة تداعت على بعض المظلومين بلادا كانت أو أفرادا، كما تداعت الأكلة على قصعتها. وفي مثل هذه المراحل الصعبة نحتاج إلى من يذكرنا القيم الإنسانية والمبادئ الأساسية التي تؤمن سعادة الإنسانية. فنحن نعتقد أن المعهد يؤدي هذه المهمة في القارة الهندية، ويذكر أنه يجب علينا جميعا أن نتعاون في إقامة العدل والمساواة والأخوة والحرية،
لمكافحة الظلم والحروب والاحتلال وعمليات العنف والإرهاب والصراعات والاستبداد والإبادات الجماعية والاستعمار والتمييز العنصري والتفرقة والإقصاء حتى لا تضيع مقولات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والتعددية وتعددية الثقافات معانيها. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس المعهد وجميع أعضائه وأهنئ الجميع بمناسبة مرور 31 عاما على تأسيسه، وأتمنى من العلي القدير أن يبارك في جهودهم، فجزى الله جميعا من أسهم في إنشائه واستمرار عمله بعلمه وماله، ويثيبهم على ما قالوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.